موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. يشارك سامح شكري وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية تجمع بريكس المقرر عقده في مدينة نيجني نوفغراد الروسية، حيث تضمن مشاركته إلقاء كلمة في الجلسة الأولى للاجتماع حول التعاون في إطار البريكس والقضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى كلمة الجلسة الثانية حول صيغ التعاون مع الدول الشريكة. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الزيارة ستشمل أيضا عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع لبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي، بالإضافة للتشاور وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة وجهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. بدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع وسط تجديدات أمنية مكثفة حول الليجان في مختلف المحافظات، ويخضع جميع الطلاب للتفتيش من على بوابات المدارس للكشف عن أي وسائل غش إلكتروني مثل الهواتف والسماعات والساعات اليدوية المبرمجة. وقررت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب بالدخول إلى قاعات الامتحانات مبكرا قبيل بدء الوقت الأصلي للامتحان لاستلام أوراق الإجابات وتسجيل البيانات طالما التزموا بالحضور المبكر إلى لجان الامتحانات. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث وصل الفوج الثامن والأخير إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة، ليكتمل بذلك وصول 7500 حاج التابعين للجمعيات الأهلية. وأوضحت الوزارة في بيانها أن موسم الحج هذا العام سيشهد العديد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الحجاج في أداء المناسك، ومنها توفير حقائب للإجراءات الاحترازية وملابس الإحرام للرجال والسيدات، والتعاقد على وسائل انتقال جميعها موديلات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من المطار لفنادق الإقامة وتنقلهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك ستنقل الحجاج للمشاعر المقدسة. يلتقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو في 7 مساء اليوم على ملعب 24 من سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بـ6 أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بـ2 دون مقابل قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.